لكن يعني على كنسيبيرتس جيت راقية معهم، ولكن عمل مع أهرب من أهرامات الإدارة التربوية والتدبير الإقليمي في شخص أستاذي وعزيزي وأخي الأستاذ محمد كريم، إنسان العلاقات التي جمعتني بالآخرين. طبعا أعددت إلى جانبه ولم أكن أعتبر نفسي موظفا، بل اعتبرت نفسي كما اعتبرني هو أخا له. ربطتنا الربطة وقاسمت القرابة أكثر مما ربطتنا القاصرة المهنية. لأننا كما نقول تشبعنا ببعضنا البعض، يعني أحببته كما أحببني كما أحببني، وتقص إليه كما التقى هو إليه. من خلال العمل الإداري أمل ومن خلال المديرية ربطت علاقات عملية ضمن مجموعة من الفرق. هذه الفرق تنوعت إلى جمعيات المجتمع المدني، إلى علاقات بين المجلس الإدارة المحلي، إلى علاقات بالمراقبة التربوية والسادة المفتشين، إلى علاقة بالسادة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية، إلى الهيئات المنتخبة، إلى السلطات المحلية، وإلى كل كان لصقا يصب في منح واحد وهو المحور الذي نشتغل عليه جميعا، وهو الطفل التلميذ المغربي الذي كنا دائما نستحضر عدم البخل عليه ووضعه دائما فوق أعلى المراتب. طبعا من ضمن الذين كل هذه الشريحة التي عملنا معها، طبعا الفرع الداخلي لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض التي هي الأخرى اعتبرتها دار ومسكن ومأواي. لم نكن من خلال العمل أن نراعي الأوقات الإدارية، بل تجدون نشتغل خارج هذه الأوقات، إما في الصباح الباكر أو حتى ما بعد صلاة المغرب، أو ربما تتعدى صلاة